إذن في هذا العدد من ركن القانون نتحدث وإياكم عن المخالفات التي يرتكبها المستأجر والمؤجر أثناء ممارسة النشاط التجاري. للحديث حول هذا الموضوع أسعد بالترحيب سيدة مدير حميدة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة. مرحبا بك سيدتي المحترمة وشكرا جزيلا لك على تلبية دعوة البرنامج. صباح الخير عليكم، صباح الخير لقناة التلفزيون الجزائري وشكرا على الاستضافة. العفو. إذن أستاذة نتحدث الآن عن المخالفات التي يرتكبها المؤجر والمستأجر أثناء ممارسة النشاط التجاري. نتحدث في البداية عن النشاط التجاري. نعم. وعن الصبغة القانونية التي يريها القانون الجزائري لهذا النشاط. نعم، شكرا جزيلا. النشاط المخالفات هذا الموضوع جد مهم في خاصة في وقتنا الحاضر. المجتمع الجزائري مجتمع يتطور، يعني دخلنا في مجال اقتصادي واسع. النشاط التجاري بحد ذاته هو النشاط الاقتصادي الذي يتجلى في صورة البيع، يعني صورة السلع وتبادل السلع بين الأفراد المجتمع إلى غاية أن تصل الأمر إلى الدولة في مختلف أساليبه. وهذا النشاط التجاري بحد ذاته لكي الشخص يروح يسجل نفسه في السجل التجاري يجب أن يكون هناك شروط. يعني أولا عندنا اللجوء أولا إلى الغرفة التجارية. الشخص يروح يسجل يولي تاجر لازم يسجل نفسه في الغرفة التجارية لكي يحصل على السجل التجاري. وهذا السجل التجاري بحد ذاته رح يمنح لهذا الشخص، وأن شخص طبيعي أو شخص اعتباري معنوي، يمنح له هو سند. يعني هذا السجل التجاري بحد ذاته هو سند رسمي يؤهله باش يكون عنده كل السلطات القانونية وحقوقه الإدارية. إذن النشاط التجاري بصدد الحديث عن النشاط التجاري، النشاط التجاري عندنا صنفين من النشاط التجاري، النشاط التجاري القار والنشاط التجاري الغير القار. يعني عندنا تاجر يمارس نشاط تجاري بصفة منتظمة داخل محله التجاري، عنده عنوان، عنده محل تجاري، شهرة تجارية، اسم تجاري إلى غير ذلك. عندنا كذلك نشاط تجاري يمارس بطريقة غير قار، يعني مثلا في الأسواق العمومية، مثلا في 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 المعارض الى غير ذلك. دونك هذا هو النشاط التجاري بصفه عامه وخاصه. الفرق بين النشاط التجاري القار والغير قار استاذه؟ النشاط التجاري القار كما وضحنا لكم، النشاط التجاري يعني القار عنده محل تجاري منتظم، عنده عنوان معروف، يعني كيسجل نفسه في الغرفه التجاريه، وهذا الغرفه التجاريه هما يمسكوا عندهم سجل تجاري يمسكوه من طرف المركز الوطني للسجل التجاري، لديه عنوان يعني يسجل عنوانه. ولكن النشاط غير القار ما عندوش عنوان، يعني عنده سجل تجاري يمارس هذا النشاط التجاري بصفة غير منتظمة، يقول غير منتظمة وكذلك بصفة منتنقة، يعني يتنقل يروح للمعارض، يروح للمراكز التجارية، الفضاءات، المنصات إلى غير ذلك، الأسواق العمومية، ويكون عنده رخصة، يكون عنده سجل تجاري غير قار. أستاذة أيضا في هذا الموضوع فيه كثير من المخالفات التي نعيشها في يومياتنا تقع بين المؤجر والمستأجر. نعم. أنتم كرجال قانون كيف تتعاملون مع هذه المخالفات؟ المخالفات راهي كثيرة في الأونة الحاضرة، خاصة في بعد كما قلنا الجزائر راهي دخلت في يعني اقتصاد راهو الحمد لله. ولكن هذه المخالفات لازم قبل ما نروحوا للمخالفات، احنا كرجال القانون هذه المخالفات شكون يعينها؟ عندنا المعاينة تتم من طرف أعوان مختصين في ذلك، يعني تابعين لمديرية التجارة، وعندنا أعوان تابعين لمديرية الضرائب، إضافة إلى أعوانهم الشرطة وأعوان الضباط الشرطة القضائية لمنصوص عليهم قانون العقوبات في قانون الإجراءات الجزائية. يعينوا هذا وهذه المخالفات بحد ذاتها راهي مخالفات تصل إلى حد غلق المحل التجاري وشطب المحل التجاري، ربما يمنع صاحب السجل التجاري هذا، صاحب التاجر هذا، من ممارسة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات يعني في حالة هذه المخالفات. والمخالفات ما نوع هذه المخالفات أستاذة؟ مخالفات راهي كثيرة. نلقاو واحد يمارس نشاط تجاري شائعة. نعم، شائعة. نعم، ومخالفات كثيرة عندنا 10 حالات 12 حالة.
يعني هناك شخص يمارس نشاط تجاري تلقاه لكن دون تسجيل في السجل التجاري. احنا الشروط الاولى باش تكون تاجر تسجل نفسك في السجل التجاري. علاه نسجل نفسك في السجل التجاري؟ باش يكون عندنا سند رسمي، يعني مدير التجاره تمارس الرقابه، السلطات المختصه تمارس الرقابه علينا. كذلك يعني تسجيل في السجل التجاري خاص بالشخص الطبيعي وخاص بالشخص المعنوي وخاص بالنشاط التجاري القاري وخاص بالنشاط التجاري غير القاري. يعني لازم تسجيل في السجل التجاري. نجد كذلك مخالفه اخرى، الشخص يروح يسجل بنفسه في السجل التجاري بغرض يكون تاجر ولكن لا يدلي بمعلومات صحيحه، يعني الهدف منه يتحصل على السجل التجاري ولكن لا يدلي بمعلومات صحيحه. كذلك عندنا كذلك الشخص يروح يسجل في السجل التجاري ولكن ربما يقلد هذا السجل التجاري، ربما فيه تزوير هذا السجل التجاري. هنا يستعين باهل الخبره، يعني ان الدعوه العموميه تحرك، لان فين كان فيه تزوير، كان فيه تحريف، كان فيه نوع من التغيير للحقيقه. اذا هنا الغرامه، كاين غرامه، كاين حتى الغلق السجل التجاري، الشطب هذا السجل التجاري انه راه مزور، او حتى الحبس من 6 أشهر الى غايه سنه. كذلك عندنا كذلك القانون يقولنا لا يمكن ان يمارس النشاط التجاري الا صاحب السجل التجاري، يعني لا يمكن ان تمنح وكاله لممارسه نشاط تجاري، باستثناء القانون استثناء الزوج الاصول الفروع من الدرجه الاولى. يعني وهذا في هذه الحاله المشرع الجزائري او شدد في هذه العقوبه، هي غرامه تمنح لي تفرض على صاحب السجل التجاري وكذلك على المستفيد من الوكاله، من الوكاله اللي استفاد من الوكاله، وكذلك محرر هذه الوكاله، لانه ربما تكون محرره من طرف موثق ضابط عمومي، حتى الموثق هنا تفرض عليه غرامه، وهنا العقوبات راهي تصل الى غرامات ربما الى حتى مليون دينار جزائري. عندنا كذلك يمارس نشاط تجاري بسجل تجاري منتهي الصلاحيه. كذلك عندنا شخص لا يسجل نفسه في البيانات، هناك بيانات يجب تسجيلها في مركز التسجيل التجاري مثلا كونتي ساجي مؤسسات الى غير ذلك، تعين تسجيل البيانات القانونيه تاعهم لكن يسجلوها، تكون كل هذه هي مخالفات. عندنا كذلك مخالفه اخرى كذلك معروفه، اشخاص يمارسون التجاره عندهم سجل تجاري، عندهم عنوان، ولكن المواد المعروضه للبيع غير صالحه في بعض الاحيان. هنا مخالفات راهي تتكرر يوميا، احنا في المجتمعات، في كل المجتمعات ليس فقط المجتمع الجزائري، والاعوان راهي تمر، يعني تدير دوريات، تدير مداهمات للمحلات التجاريه، الفي لو كونترول اي دي فوا الملفات توصل للعداله. يعني العقوبات راهي صارمه، قانون العقوبات راهو صارم في هذه النقطه. اذا على ما اظن كل هذه استاذ ايضا موضوعنا الاهم هو المخالفات التي يرتكبها المؤجر والمستأجر في مجتمعنا، وفي الكثير من المرات نلاحظ أنه فيه طريقة للتعامل هي طريقة النية. نعم. أو الثقة. نعم. دون تحرير هذه المعاملات، كيف يتعامل القانون على مثل هذه الأمور؟ مثلا شخص يكري حانوت لشخص آخر بدون تحرير هذا العقد تاع الكراء، وأيضا بعد ذلك تحدث مشاكل. نعم. وهذه نعم. المشاكل ربما ما عندهاش حد. نعم. كيف ينظر القانون إلى مثل هذه الأمور؟ نعم، شكرا على هذا السؤال، راه مهم جدا، لأنه في بعض الأحيان نعم مخالفات يرتكبها المؤجر بحد ذاته، يعني هو اللي يكري الحانوت تاعو يدير غلطة كبيرة كيما هذه، ما يحرر عقد إيجار، أو في بعض الأحيان يحرر عقد الإيجار وهذا العقد الإيجار انتهت مدة صلاحيته هذا العقد، وهنا تنشأ المشاكل، أنه راح هذا التاجر اللي جبناه يستأجر المحل التجاري، ما راحش يقعد كيما يقولوا حسن النية كيما بداية الأمر، حتنشأ نزاع أمام العدالة، أنه هذا الشخص هذا المؤجر هذا اللي أجر المحل تاعه بدون سجل تجاري لا يستطيع إثبات العلاقة التعاقدية، ربما المستأجر لا يقوم بدفع بدل الإيجار، والمستأجر يطلب منه دفع بدل الإيجار، والمستأجر يقول لا يوجد أي عقد بيننا. وهنا يتهرب المسؤولية بدل المستأجر، وفي بعض الأحيان نفس العكس كذلك، نفس الشيء، المستأجر يأجر هذا المحل التجاري بدون عقد كراء، واش يدير المستأجر؟ إذا كان عنده حقوق يطلبها من طرف المؤجر ليس له ذلك، ليس له الحق في ذلك، لأنه ما كانش عقد علاقة تعاقدية، واش راح يثبت العلاقة التعاقدية بيناتهم؟ خاصة أن المشرع الجزائري قال أن عقد إيجار يمكن أن يكون كتابي، يمكن أن يكون شفوي، والعقد الكتابي راهو مش يثبت عند يكتب عند الموثق، يسجل إلى غير ذلك، يدفع الرسوم تاعو إلى غير ذلك. أستاذة أيضا دائما نتحدث حول هذا الموضوع، ربما هنا في الخلل يكون على عاتق المؤجر والمستأجر، لكن في الكثير من المرات يكون المشكل أنه فيه عقد إيجار بين طرف ألف والطرف باء،
لكن بعد مرور فترة الطرف ألف وهو المؤجر يقوم بإنهاء العقد هذا الذي يربطه بالمستأجر لعدة أسباب، وهذه لاحظناها مثلا في شخص يقوم بنشاط تجاري معين، فبعد مرور سنة أو سنتين يقوم الشخص الذي أجر له المحل بقطع العقد هذا بحجة أو بأخرى. كيف ينظر القانون إلى مثل هذه الأمور، خاصة من ناحية أنه إذا كان هذا النشاط يدر أموال لصاحب الشخص الذي أجر المحل؟ نعم، في هذه الحالة يجب أن نعلم أن القانون في الأونة الأخيرة بعد التعديل 2005 لقانون التجاري العقود لازم أن تكون محددة المدة. كيف ذلك؟ كتير عقد إيجار محدد المدة، يعني يبدأ من فترة ألف تنتهي في فترة باء، هنا إذا انتهى تكون هناك تجديد لعقد الإيجار. في بعض الأحيان ينتهي ولا يكون التجديد في هذه الحالة، لا يكون يعني تجديد لعقد الإيجار، هنا يقع الإشكال لعقد المؤجر، يروح ينهي العلاقة التعاقدية مع المستأجر، المستأجر لا علم له بدرايه بذلك، لأن القانون دوكا خلاص ما التنبيه بالإخلاء خلاص لا ينص عليه، ما يتندرج في القانون، في القانون قبل التعديل كي نحب ننهي علاقة إيجار مع المستأجر نبعث له إرسال يعني تنبيه بالإخلاء، يجب إخلاء المحل التجاري لمدة شهر باش المستأجر هذاك يروح يشوف محل تجاري يكري فيه، يعني يهقي هنا. في هذه الحالة المستأجر عنده الحق يروح للعدالة يرفع دعوة لأنه عنده التعويض والاستحقاق، راح يطلب التعويض والاستحقاق لأنه راه انهالوا العلاقة التعاقدية دون أي سبب شرعي، دون ربما حتى العقد ما لم ينتهي بعد. هنا المستأجر عنده كافة الحقوق تعويل تمسها أمام العدالة، خاصة إذا كان هذا العقد يعني تم توثيقه وتحريره بين المؤجر والمستأجر. نعم، خاصة إذا لم تنتهي المدة من حقه، لأنه إذا انتهت المدة خلاص يعني عنده مدة محددة خلاص، ولكن إذا لم تنتهي مدته المستأجر عنده كافة الحقوق يروح للعدالة يتمس حقه والعدالة حستجيب لحقه إن شاء الله. أستاذ، أيضا فيه نقطة مهمة، النشاط التجاري الإلكتروني الذي لاحظناه في الفترة الأخيرة هذه في السنوات الأخيرة. كيف ينظر القانون الجزائري إلى هذا النشاط؟ كيف يحدده وكيف يضبطه؟ هذا نعم، هذا في شفنا في المواقع التواصل، يعني كاين تجارة في مواقع التواصل. انا كشخصيا كقانونية جاونا بزاف قضايا في هذا الملف، في هذه الملفات في الأونة الأخيرة، انه هناك شبان ولا الناس يتعاملوا في التجارة على مواقع التواصل وصارت مشاكل. نعم، صارت مشاكل انه يعني انفيرس دو لارجون، يعني يدفع اموال في لي كونت سي سي بي ولكن ما يتلقاش السلعه تاعو. هنا القانون يتحرك في هذه النقطه، يعتبر نصب واحتيال. نعم، يعني الاشخاص جاونا عندنا رفعنا شكاوى نصب والاحتيال، نصبوا عليهم والملفات مازالها في العداله والشرطه القضائيه، عندنا شرطه الجريمه الالكترونيه، يعني يعني شكون راح يثبت هذه العلاقه، سورتو اذا كان شخص يدفع اموال عن طريق لو سي سي بي، جبنا لا بروب اللي كدفع هذه الاموال وكاين لو كونت سي سي بي الى غير ذلك. اذا القانون راهو صارم في هذه النقطه، هناك عقاب هناك جزاء على هذا الشيء. أيضا من يملك سجلا تجاريا وينشط في محل معين عنده كما نقولوا المكان القار تاعو، ثم يتحول إلى التجارة الإلكترونية بذلك السجل التجاري، هل يحمي نفسه بهذه الطريقة قانونا أم يجب عليه أن يتبع خطوات أخرى؟ لا يحمي نفسه، لازم يروح للمركز يعني الغرفة التجارية يعدل، لأنه خلاص لأنه تعتبر مخالفة منصوص عليها قانون 0408 مؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، لأنه إذا كان أي تعديل إذا كان أي شيء، لأنه ربما نلقاه عنده يبيع مثلا ألبسة مثلا، يروح يجيب يبيع هواتف نقاله في المحل الجديد، راهو غير نون سيلمون الى شونجي كاريمون لاكتيفيتي، نون سيلمون يعني بدل كاريمون النوع كيفاش التجاره تاعو، نوعيه التجاره تاعو. هنا لازم يروح للمركز الغرفه التجاريه يصرح بهذا التغيير او التعديل الطفيف فقط، باش هكذاك يعني المديريه تاع التجاره تمارس الرقابه تاعها بطريقه قانونيه، وكذلك تعرف كيفاش تتعامل وتتصرف مع هاد الناس، لانه اذا كان كل واحد عندنا سجل تجاري، من حنا له سجل تجاري وفي السجل التجاري جات
يعني وجات عنده دي كود يعني السجل التجاري مكتوب فيه الكود يعني نوع الأنشطة والكود والرمز نسموها الرمز تاع النشاط هذا التجاري أنه كل نشاط عنده رمز وليه هو يجي بمحض إرادته يغير كما ينبغي يغيروا كاع التجار إذا حتصير فوضى والفوضى الدولة لا تسمح مع هذه الأمور تكون عقوبات وغرامات خاصة إذا كانت هناك معاينة ولقينا هذا الشيء يعني متلبس بهذا الفعل هذا يعتبر مخالفة معاقب عليها من الناحية القانونية طبقا لقانون 0408 الأخير 14/2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. ما هي أقصى العقوبات التي يمكن أن تسلط على مثل هؤلاء المخالفين أستاذة؟ يعني يقولوا حسب درجة المخالفة لأنه كما شفنا المخالفة اللي شفنا في قانون 0408 القصوى هو التزوير في السجل التجاري هو شيء خطر جدا لأنه هنا النيابة العامة اللي عندها كلمة تحرك الدعوة العمومية أن هناك وثيقة مزورة وهذه الوثيقة هو السجل التجاري والسجل التجاري هو السند الوحيد السند القانوني الوحيد الرسمي بين التاجر والغرفة التجارية هو اللي يعني هو اللي يفصل بينتهم إذا لقينا هذه الوثيقة مزورة غير متلائمة مع حقيقتها هنا العقوبة تصل إلى الحبس وغرامة وغلق المحل التجاري إلى غير ذلك وربما يعفى يعني يمنع هذا الشخص القاضي يأمر بمنع هذا الشخص من ممارسة النشاط التجاري لمدة أقصاها 5 سنوات يعني هي عقوبة جد قاسية على هؤلاء المرتكبين هذه المخالفات ولذلك احنا ننصحهم كقانونيين عدم يعني اخلال بهذه المخالفات ماذا بكم كل واحد يكون تاجر يمارس التجاره تاعو ياكل خبزه تاعو بطريقه كما يقولوا بكل شفافيه وتفاديا لكل فوضى. استاذه انتم كنساء القانون وكرجال القانون هل يقصدون ياتي اليكم المؤجر والمستاجر او الناس الذين يمارسون نشاط تجاري من أجل التعرف على هذه الشروط وعلى هذه العقوبات وعلى هذه المخالفات أم أنه فقط تتعرفون عليهم من خلال المخالفات المدنية؟ نعم في غالب أحيان يجون الناس في حالة عقد إيجار يحبوا يحروا عقد إيجار ما همش عندهم دراية ننبههم أنه عنده عند الموثق هو اللي يحرر عقد إيجار ولكن إحنا عندنا يعني نقاط أساسية نقاط مهمة لغانس وثيق نفهموهم عقد إيجار ما تحررش عقد إيجار لمدة طويلة أنه رح يحين كي الناس يحرروا عقد إيجار لمدة 10 سنوات لمدة 20 سنة أنه في يكون إشكال أنه فيما بعد إذا كان هناك إشكال ما راحش تخرج هذا الناس إلا في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة يعني خارج عن نطاق القانون ولكن باش يجي الناس يعني زبائن ولا ديكلي ممكنين يقولنا عورينا المخالفات هذه سي تري غار يعني في الاونه الاخيره سي تري غار نتعرفوا على هذه المخالفات كي يكون ملف امام القضاء كي يكون يستدعى من طرف مديريه التجاره ها ارتكبت مخالفه مثلا عدم التزام احترام النظافه الى غير ذلك وحنا نروحوا نستخرجوا الملف ونروحوا ندافعوا ونسيو يعني ونسي دو فير لو دوفوار. عقد الإيجار طويل الأمد أستاذ الآن يعني تكلمت عنه منذ قليل وإذا كان هذا العقد وفق شروط متفق عليها بين المؤجر والمستأجر في حال إخلال مثل هذه العقود إلى أين أو إلى من يتجه سهم القانون إلى المؤجر أم إلى المستأجر وفي نظرك أنت كامرأة قانونية كيف تنظرين إلى هذا الموضوع هل المشكل هو لجوء المؤجر المستأجر إلى مثل هذه العقود طويلة الأمد أم أنه فيه فراغ قانوني في هذه النقطة؟ لا العقود طويلة المدى ماهيش يعني ليست عقود ينصح بها في الناحية القانونية لماذا؟ لأنه إذا كان في حالة ارتكاب مخالفة أو صاحب المحل التجاري حب يسترجع المحل التجاري وحب يمارس التجارة تاعه أب حب يكري بالك القاتاجر راح يكري له بمستأجر يعني ببدل إيجار مرتفع ولا ظهر نشاط تجاري يحب يخدم فيه أنه لا يستطيع يعني إنهاء العلاقة التعاقدية بطريقة بسيطة هكذا فقط يعني يقول له خرج وخلاص أنه راك مضيت على عقد إيجار وهذا العقد إيجار مبرم أمام موثق أو ضابط عمومي أو حددت المدة تاعه لا يجب احترام هذه المدة في حالة عدم احترام هذه المدة إذا تلقينا يعني إذا التقينا بمؤجر ومستأجر متفاهمين من الأول قال خرج يعوض لك على التعويضات تاعك واش خسرت واش صرفت واش راح تجني من هذا الربح هذا تاع المحل التجاري والنشاط التجاري ممارسة نشاط تجاري ولكن إذا راح يشوف روحه راح يخسر إذا كان إلى أنستالي دي ماتيريال دي زيكيبمون إلى غير ذلك في هذا المحل التجاري
راح يخسر هذا الشيء، المؤجر راح يكون له صعوبات في اخراج هذا لا والقضاء راح يتماشى مع المستاجر لانه عنده الحق انه المؤجر من الاول هو اللي ارتكب، يعني كما يقولوا هو اللي برم، يعني راهو كاين ايجاب وقبول في العقد التجاري انك في العقد الايجار انك كريت هذا المده. دونك يفو اتوند توت سيت بيريود. انا شخصيا كان عندي ملف وين اجروا لي هذه المده مده طويله، يعني مده 5 سنوات على المعظم لما اتذكر، ولكن المحل صاحب المحل التجاري حاب يسترجع المحل التجاري نتاعو. على اي اساس حاب يسترجع؟ لانه الليمابل يعني العماره كانت ايله للسقوط. هنا العداله المستاجر اتصلنا به باش يخرج من المحل ما حبش، ولكن عندما رحت للقضاء يعني كانت قبول الدعوة بطرده من المحل التجاري، أن عندنا سبب مقنع وسبب شرعي هو أن العمارة أيلة للسقوط، والبلدية منحت للناس هذو للمؤجرين منحت لهم قرار الهدم، يعني بعد الزلزال اللي مرت على لما كل 2003، يعني هذا اصبحت اون زون يعني تري دونجوروز، الناس اللي تسكن تما يعني هربت، الا مستاجر واحد حب ما حبش يخرج، لكن العداله استجبت قبول الدعوه طردوها من الاماكن لانه كان مكان خطير جدا، ممارسه التجاره وما زال خطير جدا، لو استجبت لهذا والخطا هنا يقع على المؤجر؟ لا يقع على المؤجر، لانه قوه قاهره، كاين زلزال مرة على المنطقة، وكيما على المنطقة كاين تشققات، كاين العمارة وكاين محل تجاري أيلة للسقوط، يعني البلدية عندما مرت يعني كيمروا يعني لجهة معينة هناك معينة وكيعينوا أن هذه العمارة أيلة للسقوط، كي أيلة للسقوط لازم قرار الهدم فورا، يعني المستأجر ما حبش يخرج، قال لك أنا ما نخرج، ولكن هناك ظرف طارئ يجب الخروج من هذا المكان. في أستاذة نقطة مهمة جدا قبل أن نختم في هذا الركن من القانون، هي النقطة المتعلقة بمن يشتغل بسجل تجاري ليس له، سجل تجاري غير شخصي، مثلا إنسان يشتغل في محل بسجل تجاري لصاحب المحل المؤجر، كيف ينظر القانون إلى هذه؟ هذه مخالفة بحد ذاتها في قانون 0408، أنه لا يمارس النشاط التجاري إلا من طرف صاحب السجل التجاري، لكن القانون نص يجوز منح الوكالة للزوج، يعني استثناء للزوج للأصول وللفروع من الدرجة الأولى، في حالة ما إذا الشخص هذا راح يمارس نشاط تجاري التابع لشخص آخر، يعني هذا السجل التجاري هذه مخالفة بحد ذاتها، يعني نصل ما كاش لبخوكاسيون بيناتهم، ما هوش زوج، ما هوش أصل من الدرجة الأولى، ما هوش فرع، إذا الوكالة القانونية لص عليها القانون ما هيش موجودة، هنا يتعرض للشطب السجل التجاري اللي كذا غرامة تقع على صاحب السجل وكذلك المستفيد وكذلك من إذا كانت وكالة من الموثق. لا نفترض أن ما يوجدش وكالة، أي مخالفة جد خطيرة في أصحاب محلات. أستاذة مدير حميدة، ملزمين بإلصاق النسخة من سجل تجاري في المحل أم يقدمونها عند؟ لا ملزمين بإلصاق نسخة من محل تجاري من سجل تجاري وكذلك نسخة من لا ديكلاراسيون ديكزيستونس تاع الضرائب، حتى الضرائب راهي تمر تلقى لا يعني مصرح قانونيا لدى إدارة الضرائب. الأشخاص الذين لا يعمل ذلك أنه يجيب عون مفوض أو مؤهل لذلك يعينوا هذا الجار المخالفة هذه. في بعض الأحيان يعني إذا شفنا هذا التاجر هذا حس أنه ربما لعدم علمه إلى غير ذلك يتسهلون معاه، يعطوا له فرصة مهلة يعني سوي الوضعية تاعك. ربما في بعض الأحيان الوثائق هذه مش موجودة حتى في المحل التجاري، انه في بعض الاحيان جدوا هي حطيها في التغوار يعني في الصندوق في المحل التجاري، لا هي مخدومه باش المحل العون ولا المؤهل ولا المفوض لذلك يجي يدخل يلقاها معلقه في الحيط، لذلك نعرف ان هذا المحل التجاري يمارس بطريقه قانونيه. اشكرك جزيل الشكر الاستاذه المحاميه المعتمده لدى المحكمه العليا ومجلس الدوله السيده مدير حميده على كل هذه الإثراءات القانونية، شكرا جزيلا. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، هذا الصباح متواصل معكم، نتابع الآن هذا الروبورتاج الذي يتحدث عن مزرعة السمار، ثم لنعود بحول الله.